والنهاردة رجعنا ليكم فيديو جديد خالص هنعمل مع بعض فانوس رمضان. بمناسبة ان رمضان خلاص ناقص له ايام، يعني كل سنة وانتم طيبين. هنعمل الفانوس بمواد بسيطة جدا ومش مكلفة، ونقدر نجيبها احنا يعني، وفي حاجات موجودة في البيت عندنا هنقدر نعمل بيها. اول حاجة كرتونة، اي كرتونة بس يا ريت ما تكونش كرتونة من التاني، يعني تكون مستوية وقوية شوية ماسكة نفسها. تاني حاجة ده بيسموه ورق الفوم اهو، في منه الوان كتير على حسب الرغبة يعني اللي انت عاوزها، ومش مكلف برضه، دي لو تقريبا عليه ورق الفوم ده في اي مكتبة. قلم رصاص، مسطرة، وعملة اي حاجة، نص جنيه جنيه ده اللي هنعوزه يعني. وبعد كده الورق ده اللي هنرسم شكل الفانوس الأول، هنجيب ورقة بيضة عادية وهنحدد شكل الفانوس عليه. ادي أول شكل أهو، يعني هنقطع الورق بالتساوي، يكون معانا مسطرة يعني يكون المقاسات مظبوطة كلها أهو، والقاعدة بعد كده أهي. وده بيبقى الشكل النهائي في الورقين. طيب احنا معانا الورق اهو اللي احنا عملناه مع بعض، بنجيب اهو كرتونة عادية اهي، مثلا ده الهرم بتاع الفانوس يعني القمة بتاعته اهو 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 مع بعض. وبكده احنا خلصنا اول قطعة، بتعمل من كل قطعة اربعة، يعني هنعمل اللي احنا عملناه ده اربع وحدات من كل شكل. هنعمل الشكل ده برضو اهو، كل واحدة اربعة طبعا انا مجهزه اهو اهو، دول القاعدة اهو. ده الشكل اللي احنا عملناه. الفوم ده في منه بيتلزق بالشمع، مسدس الشمع ده، وفي منه بيتلزق بيكون في لز، يعني نقص كده وتشيل اللز وخلاص تلزق على طول، ده الاسهل يعني. دلوقتي هنعمل الفانوس، هنلزق الجوانب بتاعته كلها، يعني التكوينه اللي احنا عملناها الضلوع دي كلها هنعمل الفانوس دلوقتي هنلزقه. لزقنا الأجزاء كلها مع بعض اهو بشكل موحد، كل اللي لزقناه. هنعمل الفراغات دي شكل الكرتون بس هندريه، وبنداري الفراغات اهو زي ما انتوا شايفين اهو كرتون،
اهو الحتة دي اهو باللي يتباع معانا من الفوم، يعني ده معانا من الفوم بنداريه كده اهو. ده بسيط خالص اهو، ومسدس الشم نعمل كده اهو، نداري دي الحتة الناحية التانية برضو. نفس الكلام اهو، نفس الكلام بنجيب قطر نحدد اهو، الزيادات بنشيل اهو. بعد ما لزقنا الأشكال اللي احنا عاملينها اهو، مثلث حاجات بقى شكله جميل جدا، الفانوس اهو اهو، وعملنا قاعدة. القاعدة بنجيب برضو الفوم اهو، بنجيب الفوم ونجيب القاعدة اهو، ونرسم بالقلم الرصاص حواليها ونص، ونلزق بالمسدس الشمع. شكله الصراحة جميل ومش مكلف يعني، والله أي حد ممكن يعمله، وشكله جميل جدا الصراحة. الألوان ده عاجبني يعني، هو ممكن ياخد بس شوية وقت وانتوا بتعملوه، بس في الآخر هو يستاهل، التجربة تستاهل. والفيديوهات الجاية هنعمل أشكال طرق تانية يعني، وأشكال من الفوانيس مختلفة عن دي. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، شير، اشتراك، فعل زر الجرس. We'll be right back.